السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غادي ندير بيتزا وبغيت نشاركها معاكم بعجينه سهله ودغيا كتوجد، وكنصايبها بجوج طرق كما غادي تشوفوا معنا. نبداو بالمقادير على بركه الله. عندنا معلقه ديال الخميره صغيره، نص معلقه ديال السكر صغيره، عندنا شويه الجوزه محكوكه، وعندنا شويه الابزار، عندنا الملحه، عندنا الزعتر، وعندنا معلقه كبيره ديال الجنجلان، وجوج معالق ديال الزيت البلديه كبار، والماء يكون دافئ باش نجمعوا العجينه. بالنسبه للطحين عندنا نص الكميه ديال الطحين طحين فورس، ونص الكميه ديال الطحين طحين ديال الزرع. الا ما كانش عندكم الطحين ديال الزرع تقدروا ديروه في بلاصتو الفينو. كنحفروا الطحين بيدينا، كنديروا الخميره، كنديروا عليها شويه الماء باش تندمج الخميره مع الماء، كنضيفوا عليها سنيده والجوزه وشويه البزار، وكنخلطوا العجينه. اما الزيت والزعتر والجنجلان والملح كنخليهم حتى الاخر، وكنجمعوا العجينه. ما كتجيش قاصحه وما كتجيش مرخوفه بزاف، يعني كتجي بين وبين. من بعد ما جمعت لنا العجينه، دابا غنديروا نص الكميه ديال الزعتر اللي عندنا، وغنديروا جنجلان كامل معلقه كبيره، وغنديروا جوج معالق ديال الزيت البلديه، وغادي نديروا شويه ديال الملح، وغادي نخلطوا المكونات، وغنحاولوا ندخلهم في العجينه، نبقاو نجمعوا العجينه حتى يندمجوا لنا العناصر مع بعضياتهم. من بعد ما يندمجوا لنا العناصر مع العجينه تتجي خفيفه على هذا الشكل، غادي نقطعوها بالاحجام ديال البيتزا اللي بغينا، وغنغطيوها ونخليوها ترتاح واحد ربع ساعه. بالنسبه للصوص، انا عندي 5 ديال المطيشات مسلوقا ومطحونا، الملح، البزار، مطيشة الحك، والثومة، عندي الكروفيت والكالامار والفرماج محكوك. نديرو العطرية مع مطيشة الثومة، ندير غير النص ديال الثومة محكوكة، وغنخلي النص، وغنضيفو شوية زيت البلدية، وغادي نديرو على البوطة طيب حتى طيب لينا لاصوص وتختار. ها هي لاصوص ديالنا من بعد ما وجدات، تجي على هاد الشكل وكتجي خاطرة. دابا غادي نجيبو مقلة وغنديرو فيها الزيت البلدية اللي كانت بقات لينا، غنديرو فيها شوية الملح، شوية البزار، وغادي نديرو عليها التومة محكوكة. من بعد ما تسخن الزيت، دابا غادي نديرو الكروفيت، غادي نشحرو في هاد الزيت البلدية والبزار والملح والتومة، غنشحروه. من بعد ما سحرنا الكروفيت وطلق داك الماء ديالو، غنجيبو شي شبكاك بحال هكا، وغادي نصفيوه ونهزوه، ونخليو داك الزيت والماء تما، وغادي نضيفو الكالامار يكون مقطع قطع صغيره، ونشحرو حتى هو. من بعد ما شحرنا الكالامار، حتى هو غادي نصفيوه على هذه الطريقه، حتى نخليو غير الزيت، وغنضيفو عليها معلقه ديال الزبده تكون كبيره. من بعد ما تذوب لينا الزبده، غادي نضيفو عليها جوج معالق ديال الطحين، وغادي نحركهم، بقاو نحركهم حتى يتجمع لنا الخليط. وعندنا خصنا 3 الكيسان ديال الحليب،
نبقاو نضيفو الحليب تدريجيا وحنا كنخلطو حتى نحصلو على هاد النتيجة هادي. واخا تجمع ليكم بحال هكا ما تخافوش منها، من حدكم نتوما كتضيفوا الحليب وهي كتطلق حتى كتولي على هاد القوام. دابا هي لاصوص ديالنا واجده، كتجي على هاد الشكل هذا. دابا العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت دابا غادي نطلقوها باش نعمروها. راه ما كتحتاجش الدلاك، تقدروا تطلقوها غير بيديكم يعني ما بغيتوش تستعملوا الدلاك. بالنسبه ليا انا طلقتها غير بيدي يعني ما طلقتش بالدلاك حيت العجينه كتكون خفيفه دغيا كتطلق. بالنسبه للعماره انا شحرت بصله كبيره وقرعه والفلفله، يعني هادو اختياريين، انا عزيزه عليا الخضره نزيدها في البيتزا. المهم هذاك الشيء اختياري، بالنسبه للقرعه البصله والفلفله اختياريين. من بعد ما قرصت البيتزا ديالي دابا غادا نثقبهم، تقدروا تثقبوهم غير بفورشيت الا ما كانتش عندكم هاد العيبه هادي، وكتعمروهم. من بعد ما عمرنا البيتزا دابا غادي نديرو شويه زعتر اختياري اللي بغى يديرو، وغادي ندخلوها للفران طيب.
هاي البيتزا ديالنا من بعد ما طابت تجي على هذا الشكل، ما كتجيش غليظه، كتجي رقيقه ومقرمشه. نتمنى انكم تجربوها، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش لنا بلايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.